ودك ابو صخر؟ شوفت عينا ابو صخر، اخذ الشيطان وخذ رجالك واطلعوا من الحاره. اسمعوا يا اهل حاره القصب، يا بتسلمونا صياح يا ما راح يحصل لكم طيه. وشو بدك من صياح؟ شو عامل لك؟ قوص ابني واخذوا غدر. كلامك مردود عليك يا ابو صخر، انا ما قوصت حدا، وهذا الحكي كله علاك بعلاك. انت واحد كذاب، يا بتسلمنا حالك هلا وبالحال، يا اما رح تربي الحاره على رؤوسكم كلها. مو نحن اللي بنسلم رجالنا يا ابو صخر. بدك تسلمه غصبا عنك وعن اكبر راس بحارتك. يا عيب الشوم عليك، لك هاجمين علينا وبسلاح كمان. ايه بسلاح، جاي على حارتكم لحط رؤوسكم تحت الصرامي، اكبر راس فيكم تحت الصرامي. لخصيت لك ابو صخر، طول عمر حارة القصب راسها مرفوع. اسحاق فوتي. يا سيدي علقان خناقة كبيرة كثير. وين علقان الخناقة؟ ومين عم يتخانق مع مين؟ الخناقة بالحارة، أبو صخر وجماعته هاجمين على الحارة. لا يا سيدي معهم سلاح. شو؟ سلاح؟ إيه سلاح؟ لا سمعت ولا شفت. يعني يا سيدي ما رح نسوي شيء؟ ما رح نروح؟ لا، ما بدنا نروح. اتريك هدول جماعة حارة القصب ياكلوا قتل ليوم القتل، يتنهنهوا نهنها. حاجة حاجة، كل واحد نافش حاله علينا مثل الديك الحبش. حاجة بلكي هيك كمان الله يبعث له لهذا اللي اسمه أبو جميل منجل بجندله وبيوصلنا خبره. إيه بس يا سيدي، هوم يجوز يصير في دم كتير. لك يصير شو ما يصير، بس يتنهنهوا الطرفين وتخلص الخناقة.
منروح نحن على البارد المستريح ومنحقق فيها، بلكن نخلص لنا من كام كديش من الطرفين. اسمعوا يا أهل حارة القصر، يلي صار فيكن اليوم فركة إذن، وش كان المرة الجاية بيرتفع رأسكن رح ندوسوا، مو بس ندوسوا، قبوركن رح تكون تحت رجلينا. اسمع يا أبو صخر، احكي يا صغير. المرة أخذتونا غدر، المرة الجاية بنص حارتك. ناطرينا جايلك. الله حي رجال وراي. الله حي الله حي. جرحي هذا مو شيء قدام جروح شباب الحارة. لهالدرجة كانت الخناقة كبيرة؟ كتار اللي تأذوا لك ابني؟ اي والله يا يامو، فاتوا علينا فوت كبيرة. واخيرا انفش قلبي، لك انفش قلبي على الاخر. بشر ابدي، ان شاء الله هالمرة عملتوا له اللازم. لك عملنا اللازم، لك اكل وقتل ليوم القتل، ايه ما ضل رجال بحارة القصب الا وصار تحت الصرامة. لك ما في رجال الا وعلمنا عليه. الله حيو ابو دي. لك حتى هذا ابو عامر اللي عمل الكبير تبعهم علمنا عليه. الله حيو. يا بي صياح، يا بي صياح، استاولت وضربتين بخنجري هزيت وهز، مسكت لحوش واذبح وابهر مني الواطي. يا واطي شفت عقيد قديش فاتتنا جيت رجال ابو الرجاء؟ كله كان خايف من السلاح الموجه عليه، ما حدا استرجع يرفع راسه ويقاتي باي حركه. معلوم دهدوش معلوم، يرضى يفوت الواحد فوت الرجال العالم والناس يا عم بلا. اتعداهم من كبيره لصغيره حاره القصر، ايش كان حدا منهم بيرفع راسه؟ لا الله خلينا العقيد، الله خلينا العقيد ولا يحرمنا منك يا حق. غازي افندي اعطينا من الاخر، شو بدك؟ قصدي يا ابو عامر انه بالمره الماضيه رديت عليك وعلى المختار وما فتشت الحاره وفتشت حاره ابو صخر، بس هالمره بيختلف الموضوع. بيختلف يا ابو عامر. لا اله الا الله محمد رسول الله. مختار الله يخليك فهم الغازي افندي. غازي أفندي، نحن ما عنا ولا قطعة سلاح واحدة بالحارة، ولو كان في عنا كانت بينت. لو كان معنا سلاح يا غازي أفندي كنا استخدمناه ضد أبو صخر. اللي شاري قطعة سلاح ومخبية مو مخبية مشان خناقة عادية، إله شغل تاني فيها. اسمع يا أبو عامر، أنا رح فتش حارة أبو صخر، بس رح فتش هاي الحارة أول وبيت بيت. وهلأ بدك تفتش الحارة غازي أفندي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة. راح افتش بيت ابو جميل اول بيت كمان. وليش ما بدك تفتش بيت ابو جميل اول بيت يا غازي افندي؟ لانه قريب من ديوانك، قريب من ديوانك يا مختار. راح افتش كل بيوت الحاره، بس راح ابدا ببيت ابو جميل. بس هيك غازي افندي؟ بس هيك. يا امرك انا يا جماعه على بيوتكم وانتظروا لبين ما يجي غازي افندي يفتشكم. وانت يا ابو جميل شرف معي مشان يفتش لك بيتك. تفضلوا فتشوا. بالله اختي لا تروحي لعندن منهم. كاملة ما بدي اياها ترجع. والله كاملة ما كانت بدها تروح مع امها، ولو ما قلت لها انا روحي ما كانت راحت. ولو كان لعندن منهم ما بدي اياكي تروحي. لا حول ولا قوة الا بالله. لك شو قليلة شو عملت معي؟ واحدة اخذت البنت على اساس على السوق، بتروح تكذب عليك وبتاخذها على البيت. والله مو قليلة يا اخي مو قليلة، بس كمان ما بدنا نحط كل الحق عليها. أكيد أبو عزه ضاغط عليها لحتى تكذب عليه. هذا أبو عزه صار بده ترباية، لك بآخر عمره عم بيعمل هيك عمايل.
لا بده ترباية ولا شيء. أبو عزة طول عمره أخلاقه صعبة وبيعمل شغلته وبعدين بيندم عليها. لا أختي، أخلاقه صعبة على حاله، مو علي أنا، أنا جوز بنته، هذا واحد مخرف. الله يهدي لأبو عزة، الله يهدي. الله ينعم عليك. نعيم المختار. الله ينعم عليك. برو. بري معلي. روح لعند أبو صافي. خذ الخضرة وديها على البيت بسرعة. يلا نشوف. حاضر. مختار، لازم ندير بالنا على حالنا منيح. شنو ما بتعرف منين عم يجينا الضرب؟ الضرب عم يجي على غفلة، وضرب صايب ومؤلم. أبو عزو، مين هذا اللي عم يتعاون مع الفرنساوي من ورا ظهرنا؟ ما بعرفه، بس بصراحة أنا صرت شك بكل الناس إنهم عم يتعاونوا مع الفرنساوية. شنو ما عاد حدا ساعد حدا، ويلي عم بيساعدك بيحكي عليك، وإذا ما ساعدك بيكون عم بينجر لك خازوق من أفطارك ومن دون ما تعرف. أبو عزو، حاول تعرف لي مين هذا اللي عم يتعاون مع الفرنساوية مشان نبعد عنه وناخذ حذرنا منه قبل ما نحاسبه على فعله. ماشي الحال، رح حاول رح حاول. أخلاك أبو عزو، قل لي صار شيء بينك وبين صهرك أبو عامر؟ يعني شايفك ما عم تحكي معه، وما بتقعد عندي بالديوان لما بيكون هو قاعد، ولا بتجيب سيرته. وأنا بدي أسألك سؤال مختار. هلا قبل ما تسألني جاوبني على سؤالي. قبل ما جاوبك بدي أسألك. تفضل سؤال. إذا كان واحد قال عنك إنك جوعان وإنك حرامي، وإنت مالك حرامي ولا لك جوعان ببيت أهلك، بتزعل ولا ما بتزعل؟ خبز بالله، شو عندك أنت؟ بزعل منه وما بحاكيه طول حياتي. هلا أنت جاوبتني يا مختار. يا لطيف، أبو عزو أنا تتهم حرمته إنه. إي نعم سيدي، تهمها إنه سارقته، وقال عنها إنها جوعانة ببيت أهلها، وفوق منا ضاربها قتلة حشك ولبك. بقى بهالحالة هي بتزعل منه ولا ما بتزعل؟ يا لطيف يا لطيف، أعوذ بالله، إخلاك وحرمته وينه هلا؟ ما جاوبتني مختار. بزعل بزعل. ها وأنا جبت بنتي من عنده وما رح خليها ترجع طول ما أنا عايش. أبو عزو الله يرضى عليك، يعني نحن ما بدنا نكبرها أكثر من هيك. كبرت كبرت كثير وما رح تصغر إلا إذا كان طلقها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. Oh, yeah.